السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشينا شوية في موضوع التقرير، وهي تقارير مستندات الصرف المالية للموردين، وهنا بنعمل بحث عنها. ولكن يعني مثلا هندي مثال، لو عملنا مستند صرف للمورد مبلغ 200 للخزينة، تم الحفظ، وهنا التقارير عن اليوم، فبيديك التقارير. الاطلاع على التقرير بيجيب لك الشيك اللي هو توقيع مستلم، توقيع مستلم. لكن لو عملت مستند قبض مش هيظهر في التقرير ده. يعني هم مستند قبض، يعني اخدت من المورد على نفس الخزينة، هتيجي هنا في التقرير المستند القبض مش هيظهر، لكن هيعمل له بقى ايه؟ هنشتغل يعني في اللي هو يظهر هنا في المستندات القبض المالية من الموردين. طيب، يبقى أول حاجة هنعمل إخفاء المربع دوت. خلاص تم الإخفاء أهو. هيجي هنا عند التقرير، هو بيوديني فين؟ لما بنضغط على الزرار الجميل ده بيوديني فين؟ مايكرو 59. هناخد نسخة من 59 دي نسخة. 59 دي هتبقى 60. طيب، تعالى 60 بتاخد من مين يا 60؟ بتاخد منين؟ من أي جدول؟ نخش على النقطة ديت ونشوف بياخد من أي جدول. كويري 139، يعني هاخد بقى نسخة من 139 دي. ناخد منها نسخة، يبقى 139 حرف تي. وهنا بياخد من 36 مباشرة. لا، احنا بقى هنا هتبقى مستند الأول اللي هو القبض. تمام، يبقى هنا مستند قبض 139. وهنيجي هنا عند فورم 60، هنعرفه بيه اللي هو ده فورم 60 اهو. هناخد بس البتوين دي نسخة ونشيلها، وهنعمل ريموف لدي، وهنضيف اللي هي 139 حرف تي. 139 اهو، هينزل كله مرة أخرى. هنيجي هنا اهو ونعمل الإضافة. طيب، دي نقطة بقى هنعمل الإغلاق. ونيجي هنا عند المستندات القبض دي، ونيجي هنا عند أوبن فورم، بس بدل ما هي 50 هتبقى 60. تقرير المستندات الصرف المالية اليوم
هنا في خطأ مش خطأ. ماشي هنشوف الأول بتاعت اليوم دي مش ظاهرة. دي ملهاش دعوة، دي ملهاش دعوة بالتي. دي هنضيف تاني 139 نسخة، هنشيل الريموف دي، نضيف ده كله تاني. لازم اهو التاني بقى اللي هو مفترض فورم 60 زعلان شوية، عشان نشوف هو زعلان ليه. هنيجي هنا اهو ونشوف هو بياخد من 139. لا احنا كده ايه، هنعمل دي اللي هو التيبل 37 دي هنعمل زيها تاني. 37 دي هنخليها 37 حرف تي، ونيجي من جوه وهنعمل تغيير، هنشيل دوت بس هناخد نسخة من دي، هنعمل موف هي 39 ادي المستند القبض اللي هو 200 او الصرف، وادي المستند القبض. بس برضك لسه في مشكله، تعال نعرف بقى ايه. احنا قلنا ان 60 دي نعرف بقى ده ب 37 بس حرف تي. برضه لسه احنا قلنا دي 37 تي زي ما هي، ولكن احنا هنا خلاص احنا هنا من هنا هنا بناخد من 37. هنيجي بقى نفرز دي، هل انت بتاخد من الفورم عشان كده تعمل كده؟ هنشوف 139 بيتعمل بيتعامل مع مين. تعال افتح، انت بتاخد من الجدول على طول مباشرة، يعني معنى كده ان انت ما تاخدش لينك. زعلان ليه؟ اي احنا عايزين دي. ليه زعلان؟ باي نسهل نقول تاني، شوف فيها 37 في هنا حاجة موصلة ب59، هي المفروض تبقى 60. خلاص انا كده فهمت. تعالى يا سيدي افتح يا سيدي، افتح افتح افتح. هنيجي هنا اهو
رأيك يا سيدي؟ ستين، 60، يبقى هنا عن اليوم بالنسبة للصرف واليوم بالنسبة للقبض. خد بالك ده عامل 200 جنيه، رقم السنة التلاتة. نفس المستند. وبعدين تعال بقى نرجع تاني ولا نعمل ايه؟ احنا قلنا القصة كلها في 39 دي، 39 انت هنا 2 وهنا 1. طيب زعلان ليه بقى؟ ما اهو ما ده مظبوط، ده ما بيظهرش ليه؟ طيب نرجع تاني، معلش هنيجي عند 60 دي، تقرير ده تاخد منين يا حبيبي؟ بتاخد منين؟ من مين؟ من 37 تي. صح 37 تي. طب ما هو 37 تي ديت بيقول ايه؟ طيب هنشيل اللينك بتاع الرابط ده ونشوف كده الدنيا فيها ايه. بتوينايه دي اقفل لينا كده ده اللي احنا شلناه اهو. شوف تاني، شيلها تاني. ايه شكلها كده بقى؟ ايه محطوطين مرتين، محطوطين مرتين، مرة هنا ومرة عند ال 37 دي. عايزين نحافظ على هنا دلوقتي. طيب انت جميل اهو، يبقى هنا المبلغ المدفوع 10، عميل ولا مورد؟ حدا بقى مورد، لان عملنا العميل لوحده، عملنا عميل لوحده هيتعمل في تقرير لوحده، بس بدل من الى كده بقى. معلش احنا هنعمل مستند قبض ممرض بيضحك. ابدا 80 الى خزين، من خزين ماشي تنفيذ. هنشوف التقرير القبض ما ظهرش. طيب ولا هنا، من هنا ما ينفعش يظهر 80. انت مش عايز تظهر ليه؟
هنشوف بقى القصة بتاعت القبض دي مظهرش ليه. قلنا ال 37 دي تي ادي بقى كده اهو، مش عجبك يعني هو ده يعني هو ده اللي انت عايزه؟ طيب اشوف بقى ايه ال 37 ده واخد منين؟ واخد من 39، 39 39 هنخلي دي اتنين نوع مستند، هنخلي دي اتنين وهنا نشوف بقى كده من هنا تقرير. بص احنا قلنا هنا مستند القبض الصرف ومستندات القبض اهي اللي احنا كنا عاملينها من شوية، بس هنحط لها بقى ايه اللي هي اسمها ايه دي التحديد، تحديد التحديد كريتيريا. والاطلاع كويس انا دوست عليها عشان ايه دي لسه مش معمول لها، هعمل لها التهيئة دلوقتي. نيجي هنا اللي هي اللي اسمها التيبل، تيبل 36 دي هناخد نسخة منها تبقى الأصل 36 ناخد نسخة منها ويبقى تبقى 37. بس قبل ما نعمل أي حاجة هنيجي هنا عند البيت عشان ما ننساش، شغول برنت ريفيو اللي هي هتبقى 37. بس دي أول هام، تاني هام هنخش هنا ونعدل شوية حاجات، بدلا من 60 هتبقى ايه 59 هتبقى 60، ماشي، بدلا من 59 هتبقى ايه 60. شكرا. مستند قبض هتبقى هنا قبض وليس صرف، وليس ايه صرف اهو. هتيجي هنا في تقرير عمليه اليوم اهو ده ايه مستند صرف خلاص. طيب تاني اهو ليه تاني يا حبيبي ليه بابا؟ انت بتاخد منين يا ابني؟ تعال نشوف القصه تاني. تعال بتاخد منين اصلا؟ بتاخد منين؟ 36. احنا قلنا يا ابني مش احنا عملنا دي قدام، مش انا كنت عاملها قدامكم دلوقتي 60؟ في ايه يعني تعالى باظ التاني ليه؟ استنى غريبة أوي يعني غريب، بس خد بالك هو واخد من التيبل 37 برضه يعني. استنى بقى عشان أركز فيها دي. فورم 6 لا هي تبقى 60 دي نقطة. النقطة التانية تيبل كام؟ 37 تي باينلي. مش فاكر بقى 37 تي ولا لا، نشوف كده.
رجع 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 يا حبيبي. لا دي المفروض احنا ما نلعبش فيها خالص. هقول لك ليه دلوقتي، تعالى بس شوف ده على ايه اثرت. ماشي بس انا اتصرف. ماشي تمام. هنيجي هنا، هنيجي هنا ال 37 دي عملنا 33 او 36. ده المستند الصرف، سبعة هتبقى مستند ايه؟ قبض اهي. طيب انت بتاخد منين؟ من جدول س 36. لا احنا بقى ناخد نسخة من 36 دي. لا جدول هنا ناخد نسخة استايز. لا استنى، طب ناخد نسخة من الجدول؟ لا احنا مش هناخد نسخة من الجدول. احنا هناخد بس ده جدول رئيسي مش استعلام. طيب نتأكد بس الأول اللي هي الملف. بالك 37، 37 يعني مش هنغير. مش هنغير. طيب 37 ومش هنغير تاني. سبعة وتلاتين تي. بس أنا كده فهمت. يبقى نحط حرف تي يا عم، ولا تزعل نفسك. هنا اهو ستين ستين، بس هنا حرف ايه؟ تي. وهنا حرف تي. ده الصرف إغلاق. ايه تاني بقى؟ خلي الجدع بقى ويخلص بقى. ده مستند صرف. انت بتفتح دي. ماشي ماشي عند الاطلاع دي. ماشي يا سيدي. ايه الاطلاع؟ ايه الاطلاع؟ ده 60. يا برخلص. ها ده صرف. ماشي التاني. لا انت بقى عايز تشد. مش احنا عملنا الاطلاع خلاص ووصلنا على 37. طب بتوديني فين دلوقتي؟ مستند قبض. تمام مستند قبض. تمام مش عايز تظهر ليه بقى؟ ايه يا ابني؟ تعال انا خليك تظهر دلوقتي غصب عني. هنيجي هنا اهو، هو 60 الوحيد اللي مفتوح. نوع مستند. طيب نوع المستند دي اهي، نوع مستند اهو. خد من نوع مستند اهو، مش روبورت بقى، من الفورم 60 المفتوح هتلاقي فيه تيبل اهو. فين بقى نوع مستند؟ اهي بس هو ده العنوان 37. لا دي هتبقى ثواني. خلاص كده.
يا عم سلامي. بعد 500 ماشي. في حاجة تانية غير كده؟ أمي فلوس إيه؟ 500 إيه؟ يعني فين دول بقى؟ يا بقى دي شدي كده اهو. طلع احنا مش عارفين نجيب الالوان، وده ألسن حاجة عشان نجيب الالوان. يا عزيزة تاني ايه بقى يا حبيبي؟ ايه يا بابا؟ استغفر الله العظيم. عشان 60 مفتوحة. بس 80 من 10. بس شكرا. تمام كده هتطلع مستعد بأفضل. شكرا. بلوك ان شاء الله. في الحلقه الجايه بقى نشوف هنعمل ايه ناقصنا في حته الموردين دي من الحسابات دي، والميزانيه مظبوطه ولا لا، والكلام ده مظبوط ولا لا، ونراجع كده راجعه اخيره. وبرضك هنخش في حاجه هنا عند اسمها ايه ديت، حسابات الموردين فواتير الصك ناخد 3 ايام هنشوف كده. هنراجع بقى دي، هنراجع ونشوفها شغاله ولا لا، ونشوف نعمل حركه كده بحيث اللي انا دفعته في ساعتها يبان ده ما دفع كذا ومطبق اجل كذا. ماشي، دي ان شاء الله في الحلقه الجايه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.